السلام عليكم شباب، ان شاء الله مرتاحين اليوم. طالعين سيد برا، قلت الفرصة خلي احكي على هذا البرنامج الجديد اللي اسمه ويلكم كاربس. هذا اللي يحكي على الكفالة الخماسية. اول مرة بتاريخ امريكا يسوون هاي الكفالة الخماسية. هي الكفالة الخماسية موجودة بكندا، بس العالم ما مفتهمته بهذا الموضوع، بهذا البرنامج الويلكم كوربريتس. هذا البرنامج عبارة عن 5 كفلاء عندهم جرين كارت لو سيتيزن من امريكا، يكفلون اشخاص موجودين على برنامج الامم المتحدة على اليو ان. يعني ما تقدر هم هذول، هذا البرنامج العالم مفتهمت اكبر غلط. جا شوف هاي اكو فيديوهات ومواقع، هذا قريته كله افتهمت من يم هسه البرنامج هذا بشغلات يعني معينة. مو اي واحد يجي هنا على هذا البرنامج يقدر يسحب عالم موجودين بالبلد الاصلي. مثلا لازم خارج البلد مالتهم موجودين على اليو ان، مثلا العراقيين موجودين على اليو ان بتركيا، مثلا سوريين موجودين بتركيا، ما يقدرون هنا بامريكا. اذا عندك اقارب، عندك اصدقاء، ما يقدرون بهذا برنامج الكفالة الخماسية يجيبونك الامريكا، لان هذا البرنامج مخصص بس للاجئين. اللاجئين هم الطالعين خارج الدولة مالتهم وهذا البرنامج بس راح ياخذ 5000 لاجئ، لا أكثر ولا أقل. هم هذول العدد المحددين 5000 لاجئ. والبرنامج على مرحلتين، المرحلة الأولى هذا البرنامج انفتح بداية السنة مال 2023. البرنامج هو هذا البرنامج تقريبا مرحلتين. المرحلة الأولى انت تجيب لاجئين، تتكفل بلاجئين انت ما تعرفهم، يعني يجيبوا لك اياهم من افريقيا، من اسيا، من الشرق الاوسط، من اوكرانيا، من اي دولة، بس على شرط انت ما تعرفهم. هذا الدفعة الاولى مع البرنامج. قالوا بعد اكو دفعة ثانية بنص السنة 2023، راح تختار الاشخاص الموجودين على اليو ان، يعني اذا عندهم فسفورة، يعني تقريبا صار لهم 10 سنوات، 11 سنة موجودين بالأردن، بتركيا، بمصر، بس على شرط عندهم شرط ملتجئ. يعني هاي النقطة كلش مهمة. أنا جاي أشوف مقاطع فيديو، وهاي أكو عالم جاي يسوون يعني وهلة إعلامية، يعني كذب هي هاي الوهلة كلها. يقول لك مثلا تجي كفالة خماسية طلعك من الدولة الأم، يعني مثلا إذا أنت بالعراق، بالأردن، إذا يعني أنت الجنسية مالتك أردنية، مصرية، عراقية، وأنت داخل العراق، مستحيل، من 7 المستحيلات هذا البرنامج يشتغل عليك. لأن بالبرنامج هذا القريته كله جاي يقول هنا، يقول لك تختار الأشخاص الموجودين على اليو ان، على برنامج اليو ان. هذا قريته كله، هاي المعلومات. أي يعني ماكو هذا، لا تخلي اكو عالم هواي ياخذ من يمك فلوس وهاي ويقول لك راح اسوي لك الكفاله وهاي، كله نصب، دير بالكم. اغلبيتهم هذول هسه قاموا يشتغلون. البرنامج اعتقد راح يفتح شهر الاخ، راح تبدا العالم هاي تشتغل، تنصب على العالم، يقول لك اعطيني فلوس وهاي واسوي لك كفاله. هذا البرنامج بس عندهم شرط لجوء خارج الدوله مالتهم وبشروط معينه. هذول مو بعدهم، يعني تقريبا صار لهم 6 أشهر 7 أشهر مسجلين على اليو ان تقدر تسوي لهم كفاله خماسيه، لا، لازم يكون عندهم فسفوره، يعني عندهم مطيهم شرط من اليو ان، من اليونايتد نيشن، الامم المتحده لاعاده التوطين، مطيهم فسفوره. فسفوره يعني مطيتهم شرط الملتجئ. هاي الفسفوره يقولون عليها بتركيا، بالاردن، باي دوله، بس شرط واحد لازم هو خارج الدوله مالته. يعني والشغله الثانيه مو خارج الدوله مالته وعنده فيزا سياحه مثلا بتركيا، لو هذا القانون هم ما يشمله، لازم الا على اليو ان. وتقريبا خمس اشخاص عندهم 6 جنسيه امريكيه يقدرون يكفلون هو هذا باليو ان، المقدم على اليو ان، ولازم يكون عندهم مبلغ تقريبا 2500 دولار حتى 3000 دولار الكل نفر. يعني مثلا اذا عائله متكونه من 4 اشخاص لازم يصير عندهم شقد، هاي تقريبا 9000 15000 دولار، يعني اذا يريدون يكفلون 4 اشخاص لما يجون الامريكا. هذا البرنامج شوي بشغلات معينه، يعني ما طالبين بها الكفاله الخماسيه، هو نفسه حال الكفاله الخماسيه الموجودين باليو ان. انا اعرف عالم هم كانوا مقدمين على اليو ان بتركيا، هم هذا البرنامج اللي بكندا كانوا ايام بتركيا مقدمين، فالبرنامج الموجود بكندا يقدر يشملهم هذا.
بأمريكا كان ما موجود، هسه حاليا فتحوه بأمريكا تجريبي يعني مجرد تقريبا 6 أشهر ويسدونه، بعدهم ما ضامن وضامنين بيه تقريبا بس 5000 لاجئ. والعدد اللي شفته هسه المقدمين عليه على هذا البرنامج مال هجرة مقدمين عليه تقريبا 200,000 شخص مقدمين عليه، يعني 200,000 شخص وشخص أمريكي مقدم على هذا البرنامج وريد يجيب أشخاص، يعني أعتقد هم هذول أغلبيتهم هم المقدمين على هذا يريدون يجيبون أقربائهم، هم أوردي يعني موجودين على UN. وهاي الشغلة الثانية والبرنامج هذا أغلبيتهم مقدمين ما مفتهمين السالفة مع البرنامج، مقدمين عبالهم راح يجيبون يقدرون هذا البرنامج يشمل أشخاص موجودين داخل البلد الأم مالتهم. هذا غلط، أكبر غلط، يعني ماكو، يعني جاءت راح تخسر فلوس، هاي شغلة يم المحامي يم أي مكان، وبالأخير هذا البرنامج ما يشملهم. فيعني تتأكد من المعلومات والمحامي وهاي، وقبل ما يقدمون هذا البرنامج راح يفتح شهر الأخ، خاصة إن هذا البرنامج مشمول عندهم إعادة توطين، عندهم فسفورة بتركيا بالأردن بمصر، بس المهم عندهم شرط ملتجئ. هذا سيد مدرش عضة. فهي هاي شغلة اللجوء، جا شوف أغلبية الفيديوهات وهاي كعالم جا تفتي بكيفها. شفت مقطع ولد ما أجيب اسمه على الفيسبوك وهاي، فأباوع أغلبية العالم كانوا ممصدقين، قالوا هذا البرنامج، يعني أغلبية العالم انغرت بهذا البرنامج، قالت لك هاي كفالة خماسية ونقدر إذا عندنا أصدقاء عندنا أقارب بأمريكا يقدر هذا البرنامج يشملنا. هم ما عندهم أصلا، هذول العالم جا شوفهم أغلبيتهم معلقين وهاي، هم لا مقدمين على UN ولا هم بالدولة الأم مالتهم، يعني المولودين بيها والعدهم جنسية من يمها، فهذا البرنامج ما يشملهم. البرنامج هذا يشمل العالم بس المقدمة على UN، وعدها أهم شغلة هم عدها الفسفورة، يعني عندها إعادة توطين. وهذا البرنامج همه راح يشمل بالبداية العالم اللي عندها فحوصات وهاي المخلصة، يعني منتظرة بس محلف وهاي، هذا البرنامج يشملهم. فأي سؤال إذا عندكم لو هاي تقدرون همه تكتبون بالتعليقات أرد عليكم. هذا لأن أنا قريت هذا البرنامج كله وفهمت من يمه، وهذا تقدر همه تروح على الموقع مالتهم، عندهم باللغة العربية همه تقريبا عندهم 7 لغات من ضمنها اللغة العربية، هم تروح هناك راح تلقى بالخيارات. إيه هذا اسم البرنامج، خله شوفك اياه بالتليفون. هذا أول ما تفتح اسم البرنامج هذا فوق، هذا اسمه، شوف اللغة هنا، تروح اللغة مالتك مثلا روح بالعربي، هذا كله راح هاي المنظمة كلها، هاي العنوان مالتهم، وهاي مثلا هسه هنا اذا نروح له نكتب له بالعربي، خل اشوفكم اياه. هاي هنا تعطي معلوماتك، هاي هسه هنا اكو 4 خيارات، ما نوع البرنامج الرعاية الذي تهتم به، أنا مهتم بمعلومات حول كفالة الوافد الجديد اللاجئين الذين لا أعرفهم. هذا البرنامج هسه حاليا تقدر تكفي العالم أنت ما تعرفهم. الشغلة الثانية، أنا مهتم بمعلومات حول كفالة الوافدين اللاجئين الجدد من اللاجئين الذين أعرفهم بالفعل. هذا بعد ما هاي سجلت أنا كتبت عليه وخليت معلوماتي، وهذا البرنامج بعد ما مفتوح، هو برنامج تابع للوزارة، الوزارة الخارجية الأمريكية، فهاي معلومات أغلبيتها هسه هاي مثل ما جا أقرأها هنا. فأكو اختلاف، يعني مثلا دا أقول لك اللاجئين هم الموجودين أوردي على UN، فهذا البرنامج لي يغركم، أكو هواي عالم خطيئة يقعون هاي ينصبون عليهم، ياخذون منهم فلوس اقربائهم اصدقائهم، يقول له راح اجيبك وهاي دز لي فلوس والكفاءه 3000 4000، هذا كله نصب دير بالكم.